زوجين يقومون بعمل جبار ورسالته عظيمة حملوها على عاتقهم معالي العسعوسي وعبد الله العباد من الكويت إلى اليمن. ألف الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. الحمد لله على سلامتكم ونورت الديرة ويعطيكم ألف عافية على اللي قاعد تسوونه. الله يحفظكم. عمل إنساني جميل ونقدر نقول إن إحنا نفتخر فيه كلنا. الله يسلمكم. ومبادرة منكم جميلة، صار لكم ما شاء الله، أنت صار لك 10 سنين ما شاء الله تبارك الرحمن. وعبد الله صار له 5 سنوات. 5 سنوات. طبعا يعني اكيد انت اللي شجعتي على هالموضوع اكيد. اكيد ما في، ما شاء الله المرأة تقدر. قبل ان نتكلم وندش معاكم في هذا اللقاء، توكم واصلين الكويت من كم يوم، رحلة استمرت تقريبا فترة طويلة ايام، شلون قدرتوا تطلعون من اليمن؟ اي عاد هذه الله يسلمك القصة طويلة. الرحلة تقريبا استغرقت 3 أيام، منها 13 ساعة في السيارة، ومرينا تقريبا بحدود 5 محافظات، كلها نقاط يعني كثيرة ومخاطر كثيرة، في حتى في تقريبا 6 ساعات مشينا ما في حتى ما في شو اسمه قار، ما في متخضخض، يعني 6 ساعات يعني شيء مؤلم. وصلنا إلى عدن، ومن عدن إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى أرض الوطن. نورتونا اليوم ليالي الكويت. الحمد لله على سلامتكم. يقولون ليالي الكويت عنده شيء سبيشال عندك. مميز عندك. شنو عندي مميز؟ يعني احنا اليوم اول لقاء لنا في ليالي الكويت معك، واحنا نتشرف صراحة. يعني انا احرص دائما على برنامج ليالي الكويت، متابعين مسيرتي صار لهم مدة طويلة، وحتى وأنا في اليمن وما في لا كهرباء ولا نقل، ليالينا ليالي الكويت دائما دزيلنا، وهذا أقول لهم يا عيالة الناس الفيديو ياخذ 6 ساعات 7 ساعات، حاول يسوي أي شيء لو إن شاء الله. حتى عملية الاتصال هناك جدا صعبة، جدا صعبة جدا جدا. هذا الفيديو ب30 ثانية، تخيلي ياخذ محدود 6 ساعات 7 ساعات، يعني وايد 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 صعب. لكن نعتبركم عيوننا هناك في اليمن، مثل ما نقول مثل ما نقول شاهد عيان، يعني ودنا ننقل بعد حق المشاهدين الصوره، شنو الوضع عندكم هناك؟ بالنسبه حق الوضع مأساوي، يعني اذا تتكلمين من شمال جنوب شرق غرب اليمن، الوضع كان سيء، صار الحين سيء اكثر، الحصار زاد، الناس أفقدت وظائفها، الناس ما صار عندها دخل، الرواتب توقفت صار لها أكثر من 6 شهور، يعني الجوع زاد، انقطاع الماء زاد، المشتقات النفطية، يعني تخيلوا نقعد كم عبد الله إيش كثر نقعد من غير كهرباء أغلب الوقت بدون كهرباء. قاعد نشوف من الفيديو في مساعدات إنسانية قاعد توصلكم، شلون توصلكم، شلون توصلونها؟ المساعدات الإنسانية بشكل عام ما ناخذها من برا، طيب نطلبها من السوق المحلية، لأن المناطق اللي نشتغل فيها المناطق صعب دخول أي مواد عليها، ففي الأغلب إذا بنشتريها مثلا حتى لو كان عندنا حملة مثلا بعد 2 3 شهور نطلبها قبلها بوقت، على ما ينقلونها ياخذ لهم من 1 إلى 2 شهور عشان توصل لنا. احنا دائما نعمل الحساب لأن احنا نطلب كل شيء يعني قبلها بوقت، والمشتريات كلها من داخل البلد، والتوصيل كلها من داخل البلد، وكل العمل اصلا يعني على يد شباب يمنيين وفريق يعني جدا رائع. عبد الله ساعات انت تكون بمنطقه ومعالي بمنطقه صح؟ فشلون تحاتون بعض؟ شلون يكون في تواصل ما بينك وما بينها؟ هو التواصل بعض الاوقات ما اقدر اوصل لها بسبب الشبكه، يعني ساعات ما تدري عنها. اي ايام أيام، مو ساعات، أيام. خاصة مثل ما نعرف اليمن كلها جبال، يعني صعوبة التنقل بينكم وبين بعض، شلون كنتوا تتلاقون صعوبة الانتقال؟ إيه تاخذ معنا أيام، إن أنا ما أقدر أتلاقى معها ولا اتصال ولا مسج. شلون تطمنون على بعض؟ يعني ترسلين المسج زين، مثلا إذا رسلت الاس ام اس أو الواتساب وتنطرين وتشوفين أنت وحظك، يعني إذا شفتي الشبكة صالح صحيح. والتنقلات تنطرونها الصحين هذا. اي هذه الصحين ننطرها. لا بس صعبه صعبه، يعني انت تتكلمين يعني مثلا عبد الله ساعات ينزل في مناطق، انا دائما يعني صراحه شوي يعني الله يسامحني ان شاء الله، انه دائما عبد الله يروح لاماكن الخطره اكثر،
فش اسمه دائما لما يروح يعني انا قاعد صراحه على اعصابي عليه هو وعلى الفريق وعلى الناس اللي معاه، لان حتى المناطق اللي يوزعون فيها هي اخطر من المناطق اللي احنا نشتغل فيها. اذا معالي بس انت ولا في غيرك من النساء اللي يحبون هذا العمل الانساني من الكويت؟ ما في احد. انت الوحيد؟ ما في احد خليجي بتاتا موجود حاليا يعمل على ارض الميدان. في ناس تي زياره لكن المناطق اللي انا اعمل فيها هذه صعب الدخول لها بجميع المحافظات. النظره لك معالي شلون ينظرون لك هناك لما يدرونك انت مراه كويتيه قاعده تقومين بالعمل الانساني هناك وبهالحرب وهالظروف الصعبه؟ الامانه شوفي من بديت انا صار لي 10 سنوات فبنيت علاقات وايد كبيره، غير ان انا تعرفت على عاداتهم تقاليدهم اتكلم كلامهم لهجتهم اي يعني حتى لما ساعات مثلا اتكلم يقولون انت من صنعاء، انا ما ادري ان اصلا لهجتي يعني ماخذه على اهل صنعاء. فتعلمت على عاداتهم تقاليدهم وشلون اتفاوض معاهم. اليمنيين جدا جدا شعب مسالم جدا حبيب، يعني اذا حتى لو وديتي له شيء يعاونك ويشيل معك ويحط يعني بشكل طيب. عنده يعني صراحه ايثار بشكل كبير. فصار عندي سهوله ان انا تعلمت يعني الناس وطبيعتها، وصار عندي سهوله ان ابني علاقات. لكن الحلو ان لما نمشي وتكون يقولون كويتيين دائما ما يقولون مثلا معالي بنت فلان ولا عبد الله ولد فلان، لا الكويتيين هذول هذه الكويتيه هذا الكويتي من وين؟ من الكويت هذا. فصرنا احنا يعني كأن سفراء خير داخل البلد لهم، ننقل الخير اهل الكويت وغير اهل الكويت. يعني خاصه ان انا الحين اعمل مع جمعيه العون المباشر، فيعني المتبرعين من جميع انحاء العالم يعني مو بس من الكويت يعني جزاهم الله خير. فصرنا علم يعني لما نمشي الناس تقول هذا كويتي هذه كويتيه. فصرنا حتى لما الناس تيجي مثلا الوضع يصير عندهم صعب يتذمرون لما يشوفون ان احنا من صدق نشتغل ونشيل ونخياش وهذا وياهم ونتحمل، ما في كهرباء ما في ديزل ما في، يقولون نستحي اصلا حتى يعني ان انتم اللي متحملينه وانتم غرب شلون وعايشين في بلد مرتاحه، شلون احنا اليمنيين المفروض نسكت ما نتكلم. معالي يعني يمكن قامت بكثير من الاعمال الانسانيه لكن حصه في الناس تنظر لها على اساس انها طبيبه عيون. ليش بالذات طبيبه عيون او دكتوره مساعده طبيبه؟ سويت اعمال انسانيه كثيره من بناء الابار مساعده الحالات الانسانيه، نبي نعرف ايش معنى طبيبه عيون. القصه بدت في 2010، بدأت في حملات مكافحة العمى. يعني في إنسان يكون ناشط في مجال بس يعني هو مو متخصص فيه، فبدأت في مكافحة العمى في حملات 50 عملية 100 عملية، وما يعني ما قصروا أهل الكويت. كان في من أطباء؟ إيه كان في الله يذكرها بالخير دكتورة حنان الصالح جات وأجرت عمليات وساعدت، وايضا فريقها حييهم اللي هم قوافل الاغاثه والتنميه كانوا فريق والحين صارت جمعيه خيريه. هم كانوا فريق نسائي وما شاء الله صارت الحين جمعيه مشهره، كانوا يروحون ويرجعون ويتحملوا اكثر من حمله يعني رعايتها. وكملت المشوار بهذا الشكل كجانب صحي، لكن مو فقط العيون، عندنا العيون، عندنا الكشف المبكر، عندنا تحليل للأطفال، التطعيم، وقاية الأطفال وعلاج الأطفال من سوء التغذية. لكن العيون جدا مؤثر، لأن يعني تخيلوا لو تين تغمضين عينك شوية بس غمضي عينك صح صعبة وتحسين ان خلاص الدنيا خلاص صارت، فتخيلي لما تفتحين عين انسان فشيء طبيعي ردة فعله. حتى الطفل اللي ما يتكلم يعني اتذكر طفله اول ما فتحت عينها عمرها 9 شهور ما تتكلم، تشوف عينها وتضحك يعني ايدها وتضحك مستانسه انه ومخترعه من ايدها انه اول مره تشوف شيء كذي يتحرك. معالي يمكن انت وقاعد تشوفون اشياء احنا ما نشوفها، ومهما تقولون اكيد هالاشياء اللي يشوفها غير عن اللي يسمعها. فاكيد قاعد تشوفون حالات صعبه، اشياء ممكن اول مره تمر عليكم. فاكيد قاعد تغير فيكم، تهذب يعني فيها تهذيب للنفس. اكيد انتوا وايد تغيرتوا من اول سنه رحتوا ولما لما قعدتوا هالسنين هذه كلها. اكيد ايش تغير فيكم؟ انا اخلي هذا السؤال حق عبد الله، لانه لما اول ما راح اليمن اول ما راح إيه لا هو بالخطبه قلت له تعال شوف، لان هذه حياتي قبل لا نتزوج. قلت له تعال شوف ترى ما
ما راح اتغير. هذا بالخطبه. بالخطبه قلت له تعال يعني شوف الوضع عشان ما يصير غش تجاري في الموضوع. فاول حمله ايش صار فيك؟ اول حمله نزلتها. اول حمله طبعا اول حمله كانت مالت شو اسمه؟ اب. مالت اب. اي كانت اول كانت حمله مالت اب. للعيون. كان في صدمه بالنسبه يعني انصدمت من الوضع هناك. اي انا ما كنت متوقع. ما كنت متخيل شيء. لا لا ما كنت متوقع والله. تتاثر نفسيا جدا. صعوبه الشيء يعني من اللي عرفناه بعد ايضا في مدينه تعز بالذات نقلتوا لهم ماي. مش دراكم نقلت لهم ماي عن طريق الحمير او تكرمون؟ لا شوفوا يلا يسلمك هاي منطقه ما وصلتها 10 سنوات المياه سوينا لهم تمديدات شبكات ومشروع ضخم يعني غذى مناطق كبيره عن طريق جمعيه العون المباشر 4000 انسان يعني وصل الماي لبيوتهم تخيلوا ما شاء الله اكثر من 46 هكتار من الزراعه اكثر من 2000 راس من الانعام فأحيانا ما شاء الله تبارك الرحمن منطقة كاملة يعني حتى النحل رجع لها والمزروعات وشيء يعني لو تشوفون الفيديو ما تصدقون إن شلون كان وضعهم وشلون صار يعني كانوا يشربون من ماي المطر وسخ يعني غير الأمراض اللي تجيهم من هذا الماي فالحمد لله يا ربي يعني هذا أحد المشاريع اللي فعلا ومشاريع كثيره يعني مشاريع المياه دائما تغير استراتيجيه منطقه يعني كامله يعني وطبيعتها لكن مشاريع المياه هي يعني جدا يعني وانصح يعني وايد ناس يساهمون فيها لان هي تغير حياه ناس وهذا اللي انا جاي بقول لك ان احنا وايد ناس تبي تساهم تبي تساعد بس ما في مصداقيه في هذا الموضوع في ناس يعني ناس تخرب على ناس صح فشلون الواحد يثق في هذه اللجنه او هذه المؤسسه انه يساعد او يقدم مساعدات شوف في شيء احب انبه عليه وانصح كل واحد يسمعنا او يشاهدنا ان المسجات اللي تجي حق الناس بالتليفونات ساعدني عطني ما ادري شنو هذا لا حد يتجاوب معاها صحيح. يعني في كثير منهم اساسا اخذوها كمهنه يعني اخذوا هذا الشيء مهنه وقاموا يسترزقون منه في جمعيات في لجان معترف فيها مسجله عن طريق الدوله المفروض الواحد يروح لها ولما الواحد يختار هم بعد لازم يختار المشاريع الصح ويتابع تبرعاته يعني احنا اليوم ما نقول والله خليها على الله ولا حطيتها بذمتها ولا حطيتها عن نية لا واحد يحط فلوس يتابع وين راحت والله هذه حمله يعني مثلا عندنا اخوي محمد الحصيان لما سوى حملته مالت المكافحه العمى وجمع اموال في رمضان طيب تنفذت كل الحملات شيء بالصومال شيء عندنا في اليمن شيء في يعني كثير منها الناس شافت بعيونها تبرعاتها مال رمضان اللي طاف وين راحت يعني فلازم يكون في متابعه ولازم يكون في تقارير والواحد لازم يسال عنها جزاكم الله الف خير على هالمجهود اللي قاعد تبذلونه اكيد وقاعد تشجعون الناس وتحفزونهم بقول لك شيء لولو زميلنا عبد الله انت رياضي صح اي يعني كنت جمباز؟ اي نعم لا تلعب جمباز شلون قاعد تمارس هوايتك هناك ولا صعبه؟ لا لا قاعد العب الحين كره قاعد تلعب كره يعوض واقف من واحد على واحد من الجبال على راسك ما شاء الله ما شاء الله انا قلت ما شاء الله انا قلت ما شاء الله بس بعرف صحيح السالفه ولا لا؟ صح صح؟ ما شاء الله عليك لا اله الا الله مصورينها؟ زق قلبي ما ادري ولا لا وزوقتي قلب الوالده عليك اي هذا عاد خلوه زق قلبك وزوقتي امي واهلها يعني صراحه يعني الله الله ياجرهم اي والله ومو بس هم صراحه يعني انا اليوم اعتبر امهات الكويت كلها امي اي والله كلهم حاطينك الله يحفظها لك ويخليها لك يا رب وزميلنا قاسم القطان من فريق عمل ليالي الكويت طلع وخذ كلمة من الوالدة اللي متابع التواصل الاجتماعي شاف الوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها مستقبلتك في المطار وكاميرا ليالي الكويت راحت وخذت هالكلمة نكمل الحوار مشاهدينا بعد الفاصل وكلمة والدة معالي الأسعوسي احنا يعني اول شيء ما ننسى اميرنا الله يطول في عمره انه هو اختير على مستوى العالم انه هو يعني رجل الانسانيه فمن الشعب الكويتي كله بصراحه يعني جبل على العطاء والتطوع وغيره
احنا في ايام الغزو معالي كان عمرها 14 سنه، دخلت معاي بالجيش الامريكي، ما يعني ما منعت، وادري ان احنا كنا معرضين نفسنا للخطر وممكن في اي وقت في لغم نتعرض له وتنفجر الحافلات اللي ناقلتنا، لكن روحتها لليمن بكفة صراحة، والتطوع اللي أنا غرزته فيها شيء ثاني. اختيارها لليمن كان صعب، دائما يعني كل وقت هي تروح وتولعت صراحة يعني في اليمن تقريبا الحين صار لها 10 سنوات، ناهيك عن الظروف اللي هم داخلين فيها بالحرب، يعني هذا شيء لا أنا ولا غيري، يعني الله خير حافظ، ودائما أنا أدعي لها واستودعها الله سبحانه وتعالى هي ويا زوجها. لكن الأخبار الكل قاموا على يعني الملأ تشوف حرب وفقر ومرض، فشلون ما أخاف يعني، ودائما حتى لو أحلف عليها تدهده علي وإن شاء الله وإن شاء الله، لكن تزور وترجع مرة ثانية. يعني اليمن بالنسبة لها الحين صار دمها اللي يمشي في شرايينها، لكن رجوعها مرفوعة الرأس والكل على رأسنا، الأمير ولي العهد والحكومة كل الرشيدة كلهم رحبوا في حضورها لنا ووجودها هي مع عبد الله داخل الكويت، هذا يعني شوي يعني برد قلبي شوية، خفف علي وطأة الغربة. هذا شعور يعني الواحد ما يملي عليه، يعني الظروف والموقف هو اللي يخلي يعني الواحد يتصرف هذا التصرف، إنما أنا والله فعلا أنا كنت تعبانة، وقبل يعني مدة تقريبا شهر جاتني جلطة، بس الحمد لله عدت. يلا معالي الحين أنا ما أمنعك من أنك تروحين حق أي عمل تطوعي، لكن في ظروف الحرب لا والله أنا يعني ودي أنك تراجعين نفسك، وإن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية، بالعكس يعني استمري أنت بالنسبة لشبابنا هني بالكويت وبنات العائلة وشباب العائلة قدوة، يعني قدوة وأنا أفتخر فيها، بس ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، يعني وقت الحرب الواحد أنا أقولها شوية يعني هدي إلين إن شاء الله ظروف الحرب تروح، وعادي يعني هي الحين مستحيل تترك اليمن، هذا شيء كل يوم تقول لي إياه، تحببني ويما واليمن ما يخالف، أنا ما أرفض هذا الشيء، بس الله يهديها أنها تروح في السلم وتكمل مسيرتها. وبعدين اللي أنا مطمن قلبي يعني الدكتور عبد الله سميط الله يجزيه خير، يعني متابع يعني شبه يومي معاهم، دانا اللي مطمن قلبي بعد الله يطول عمره عبد الله جدا يعني خاف عليها، وهو بعد والله يعني جازف بحياته وما زال، فيعني ان شاء الله الله يقدرهم، وانتم يعني يعني الله يطول اعماركم ان شاء الله ويخلي اميرنا وولي عهدنا ويحفظ ان شاء الله الكويت يا ربي. اي والله يحفظنا ان شاء الله من كل سوء. رجعنا لكم مشاهدينا نستكمل لقائنا، ويعطيها الصحه والعافيه ويخليها لكم ويطول بعمرها يا رب يا رب، ودموعك غاليه علينا وامك بكتنا كلنا الله يحفظها لك. عادل المفروض تصير حلقه سعاده اكيد اكيد، والسعاده برضا الوالدين الحمد لله يا رب. الحمد لله يعني اكيد في اشياء احنا ما شفناها بعد، يعني احنا شفنا القبله اللي انتشرت قبلتي ريال امك الله يخليها لك، فاكيد في اشياء احنا ما شفناها بعد. ايه بعد الفيديو في واحد بس يعني احنا شو اسمه مقطعينه، لان يعني صعبه مسكينه صعبة. ايه الوالده يعني انا قاعده اشوف ان هي مو راضيه انك تروحين فتره الحرب، يعني هي ما عندها مشكله انك انت تقومين بالعمل الانساني، بس فتره الحرب خايفه عليك وتحاتي. بعد قلبي هي فرحانه فيني لان تو يعني عارفه الحين في تمرين، بس قاعده تشرح تشرح الحين. تعلمتي من الوالده؟ والله وايد اشياء صراحه، يعني امي وابوي الله يرحمه الله يرحمه اثنينهم يعني زرعوا فينا حب الخير بشكل كبير،
واحنا شفناهم يعني قدام عيننا هم شنو يسوون. فاتوقع الاشياء اللي هم سووها انزرعت فينا من غير لا يعني واحد يقول لنا والله سوي كذي ولا حط كذي. صار من طبيعتنا ان احنا نشتغل في هذا المجال. تطور الموضوع، تعلمت منها هي ما شاء الله عليهم وايد جريئه وايد مقدامه، تحب التطوع، تحب خدمه المجتمع، فهذه الاشياء اللي تعلمتها صراحه منها. الله يحفظها ويطول لك بعمرها، واكيد كلنا ندعمك وكلنا وياك. معالي العسعوسي مشاركه في مبادره صناع الامل العالميه اللي اطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دوله الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. لا تنسون مشاهدينا تصوتون لها من خلال موقع صناع الأمل. أكيد يعني نتكلم عن هذه المبادرة كلهم أن يصوتون لك. أكيد إحنا صوتنا عندك. إحنا صوتنا لك داعمينك أكيد وفخر حق الكويت كلها. الله يسلمك. طبعا إحنا سمعنا عن المبادرة. أنا طبعا لما كنت في اليمن في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي مقطوعة عنا، ما نقدر ندخل على كل شيء، يعني سناب، تويتر، الانستغرام، هذه الأشياء كلها مفصولة عنا، وكثير من القنوات بعد ما نقدر ندخل عليها. فأشوف ناس ترشح هذا أثاري بعد قلبي، شباب مسوين مرشحيني وأنا ما أدري شباب يعني من اليمن؟ شباب من اليمن. من اليمن؟ من اليمن نفسهم أثاري ماخذين البروفايل ومشتغلين عليه ومرشحيني وتوصلني وأنا ما أدري شو السالفة. بعدين دخلت على الرابط وشفت ولا لقيت يعني المبادرة. أيوة المبادرة وشنو تصنيفها. وفعلا هي مبادرة يعني أتوقع من حق كل واحد عنده إنجازات أنه ينزل في هذه المبادرة، وأتمنى يا رب إن شاء الله أن أرفع اسم الكويت فيها. دائما عبد الله يقولون السعادة في العطاء، فهل هذا الشعور صحيح؟ أكيد في متعة صح؟ أكيد وايد والله فيها متعة واستمتعت أنا في العمل التطوعي. إنزين اللي يبي يروح معاكم مثلاً في رحلة من رحلاتكم يساهم في هالموضوع، ممكن تأخذون جروب مثلاً معاكم لهالعمل الإنساني؟ حالياً صعبة. النزول في الميدان يحتاج تعرفين في القوانين العمل الإنساني، قوانين التفاوض، المناطق وهذه الأشياء اللي ما نبي إحنا أحد يعرض نفسه إذا ما يعرف لها. لذلك الدخول في اليمن ما يكون في هذه المرحلة إن شاء الله، يكون إن شاء الله يا ربي لما الأوضاع تهدأ طيب والناس يكون عندها قدرة أنها تتنقل بشكل أكبر وبأريحية أكثر إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية وإحنا فخورين فيكم ونتمنى لكم مزيد من النجاح، ويعطيكم ألف عافية اللي قاعد تسوونه، يعني شيء اللي قاعد تقولونه مثل ما نقول جبار. أيوة الحمد لله يا رب. أيوة رفعتوا اسم الكويت وشرفتونا كل مكان، إن شاء الله توصلون حق كل اللي تتمنونه. زوجين تلاقيتوا بظروف صعبة وعشتوا ظروف صعبة، لكن مقابل هذا حسيتوا بطعم وسعادة في العطاء اللي قدمتوا. كل التوفيق لكم ونشكركم على وجودكم معنا الليلة في ليالي الكويت. معالي العسعوسي وزوجها عبدالله العباد. طبعا مشاهدينا ننتقل إلى فقرة كلمة رأس مع الزميل سعود بشهري بعد الفاصل.